تتسم ميلوكي، أكبر مدن ولاية سكونسن، باختلاط أكبر من باقي المناطق الريفية في ولاية الغرب الأوسط الأمريكي، إذ يضم سكانها حوالي 40% من السود و20% من المتحدرين من أمريكا اللاتينية. وتراجعت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2016 في المدينة البالغ عدد سكانها 600 ألف نسمة، حوالي 40 ألف صوت عن الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها باراك أوباما. وأثار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية صدمة كبرى بعد تسجيل سلسلة انتصارات في ويسكونسن، حيث تقدم بفارق أقل من 25 ألف صوت وفي مناطق أخرى من الغرب الأوسط الأمريكية. ومن المتوقع أن تلعب تعبئة الناخبين السود دورا أساسيا في ترجيح الكفة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن ورئيس الجمهوري دونالد ترامب في 23 المقبل، بينما تجري الانتخابات هذه السنة في ظل أزمات تاريخية متزامنة بين وباء كوفيد 19 المتفشي بصورة خاصة بين الأمريكيين الأفارقة والركود الاقتصادي وموجة الغضب التي تهز البلاد احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة. الكثير من الأحداث التي تحفز الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية على الإصرار في تصويتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتؤكد استطلاعات بأن الأمريكيين السود قد يصوتون لصالح بايدن، متهمين منافسه الجمهوري بالعنصرية ورافضين بقاءه في البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة. والورقة الرابحة في يد بايدن للتغلب على ترامب بحسب مراقبين هي اختياره كامالا هاريس لنيابة الرئاسة، وهي أول امرأة سوداء ترشح لهذا المنصب رغم ماضيها المثير للجدل عندما كانت مدعية عامة في سان فرانسيسكو ثم في ولاية كاليفورنيا. ويؤكد أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس ويسكونسن والذين هم من الأمريكيين السود أن هذه السنة ستشهد تعبئة في صفوف الناخبين، موضحين أن دونالد ترامب سبق وأن انتخب وتمكن الناس من رؤية الأضرار التي تسبب بها. وعلى الرغم من أن الناخبين السود أبدوا مخاوف من أن يواجهوا مجددا عقبات تعيق وصولهم إلى صناديق الاقتراع مثل صفوف الانتظار الطويلة والمخاوف المرتبطة بوباء كوفيد 19 والمشاكل المتعلقة بالتصويت عبر البريد، إلا أنهم يعتبروا أنه بعد التظاهرات الحاشدة التي انطلقت احتجاجا على مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد مدى أهمية أصواتهم.